الإذاعة الوطنية. دكتور، قبل ساعة ما نسألوا على الفيروس الجديد، حبيت نعرف شو الوضع التويكة في الكوفيد؟ والله الوضع خلينا نقوله معناها مستقر شيئا ما، معناها نجم كل النهارين اللي تعدوا صحيح معناها الوضعية كانت مقلقتنا وما زالت مقلقتنا معناها في نجم نقول الثلاثة أسابيع اللي تعدت. أيه؟ توا كينا نحس هكا شيء من الاستقرار معناها في بدايته، وإن شاء الله تكون بداية الاستقرار دائم بحول الله إن شاء الله. يعني احنا نقولوا الحمد لله، خاطر قبل الوقت معناها وقتها الطب حتى الإحصائيين تكهنوا بأنه باش يكون شهر فيفري شهر صعيب كما شهر جانفي، ومارس ومن مارس يبدأ الاستقرار، لكن الاستقرار بدأ الحمد لله من آخر إن شاء الله نقول بوادر استقرار. حبيت معناها نكون معناها متفائل إن شاء الله في المداخلة نتاعي في أول مداخلة. عندنا نجم نقولوا بوادر استقرار، ما تعرف خاطر الاستقرار ما يكونش ما يجيش معناها صفه فجائيه، دونك يبدا بصفه هكا معناها بشويه بشويه. خلينا نقولوا اذا كان احنا اليوم 6 فيفري يمكن النجم امنوا كون عندنا بدايه نتاع بوادر استقرار ان شاء الله. نسأل اليوم على فيروس جديد، جوستومون احنا ولينا نخافوا من كل حاجة نسمعوها، ومنها صحيح ومنها الغلط. دكتور، وانت باش تعطينا اليوم شنو صحيح وشنو الغلط. اليوم برشا قنوات بما فيهم دي دبليو العربية، بما فيهم الجزيرة، في الفيسبوك زادا فما خبر قاعد يتعدى بزيد ونشوفوه بزيد، اللي هو جائحة جديدة. نسألوا على الفيروس هذايا، فيروس نباهي اذا كان انا صحيحه في النطق نتاعي. هذايا هو نباهي. نباهي فوالا، دونك الفيروس هذايا يقولوا انه هو بيدو جاي من الخفافيش وانه ينافس الكورونا. وبرشا علماء قالوا نخافوا من جائحه جديده، دونك ما نعرفش الى اي مدى الكلام هذا صحيح، حبيت نعرف من عندك انت دكتور. بارك الله فيك، تحت الفرصة هذه باش نوضح بعض الحاجات، واني في المداخلات نتاعي كما بديتها بالتفاؤل، لكن ديما نقول اني لا افراط ولا تفريط، اني علميا باش نقول المتلقي مدى صحة الاخبار هذه. شوف الخفافيش هذوما عندهم عدة فيروسات، ووقعت ابحاث كثيرة من 2010 فيما يخص فيروسات الخفافيش، وبصفة خاصة العائلة اللي ينتمي لها الكوفيد يعني السارس كوف 2، والقاو اللي الخفافيش هذه تحمل عدة كورونا فيروسات من عائلات معنا من نفس العائلة، واللي الإشكال اللي هو من الناحية الإيكولوجية الخفافيش هذا ومدى قربهم للشعوب في آسيا بالأخص في جنوب شرق آسيا يخلي كون كما صارت الجائحة هذه نتاع الكوفيدو كورونا فيروس 2، إذا كان نعملوا معناها نجم نقولوا نظرة استشرافية نقولوا كونه احنا راهي على كل حال جائحة نتاع الكوفيد لا هي أول جائحة ولا هي باش تكون آخر جائحة. أما خليني نكون من الناحية العلمية، وارد باش الفيروس نيبا هذايا معناها ما نعرفش يعني في الثلاثة في الأربعة في الخمسة سنوات القادمة ينجم في العشرة إن شاء الله بتاتر أكثر معناها ينجم يعطي جائحة مماثلة للجائحة اللي قاعدين يعني عايشينها تو. علي نجم يعطي دكتور وقت اللي احنا فقنا به تو؟ معناها قلت لك علاش ينجم يعطي جائحة وقت اللي احنا فقنا به تو؟ معناها نجموا الكوفيد هو حتى الكوفيد توقعوه دايوغ، معناها فما افلام تعملت دي سيري تعملت على كوفيد وسموه باسمه كوفيد 19، معناها كان من المتوقع انه باش يكون في 2019. ما نجموش نلقفوا كي احنا فقنا، حتى في الدراسات معناها في اللي كتبوه قالوا انه يعرفوا حتى سبب.
معناها الخفافيش هذايا شنو السبب اللي خلى الفيروس هذايا يتكون عندهم ينجم يتسرب للبشر. دونك لهنا كي احنا عرفنا على بكري ما نجموش نلقفوا على بكري ما لا نجموا لا هي توا المنظمه العالميه للصحه باش تاخذ الاجراءات اللازمه لانه معناها باش تنجم معناها اني راه شوف ماذا بيا بالنسبه للمتلقي نحبوا يقعد مركز على الجائحه الحاليه، مش معناها احنا باش نلهيو ولا نقولوا لا ما عادش باش تجي جائحات، انا بقول لك باش نفسر لك من الناحيه العلميه هذوما سيدي كورونا فيروس الموجودين في الخفافيش، والخفافيش هذوما عندهم معناها كما نقولوا احنا اللي كورونا فيروس عندهم سكون ابيل دي ريزرفوار اللي هما كما الخفافيش، ولكن الخفافيش بحكم قربهم للشعوب هذه وبحكم العادات نتاع الغذائيه العادات الغذائيه للشعوب هذيا راهو باش يكون ثم امكانيه باش تتوفر الظروف باش جائحات اخرى من الناحيه هذيا. باه تقول لي انت ثم اجراءات قاعده تتخذ مدى الفاعليه نتاعها في العامين والثلاثه سنوات اللي جايه ما نعرفوهاش ما نعرفوهاش استخدموه بحول الله باش تنقص من الحده، وبالاخص بالتجربه اللي اكتسبناها في الجائحه نتاع الكوفيد 2 اني متاكد اللي معناها كل المتداخلين في الصحه العالميه مش كان المنظمه العالميه للصحه باش يتدخلوا بكل قواهم حتى تكون لا قدر الله الجائحات اللي تجي، اما نحاولوا معناها كوني ما تجيش بتاتا ولا حتى كي تجي نكونوا متحضرين لها. دونك هذايا باش نقولوا للمتلقي راهو احنا موجود ما تكونش فامي دو كوفيد راهو ثم بحكم تو كيما تشوف انت عندنا برشا امراض قاعده تطلع جديده، ثم امراض وراميه جديده عندنا، علاش؟ خاطر ثم تطورات على مستوى التغذيه نتاع الشخص، على مستوى الادويه اللي ناخذوها، على مستوى طريقه العمل، على مستوى الستريس اللي نعيشوه في العمل نتاعنا، راهي ثم امراض. هو حتى الكوفيد بيدو دكتور ماهوش كيما جانا عم ناول كيما سنة، معناها اليوم نراو ناس برات من الكوفيد كاريمون ورجعت تخدم وبعد بنهارين ثلاث ايام يقول لك انسداد في العروق، ولا يقول لك قيح في الغشاء نتاع القلب، ولا يقول لك تاش في الرواري، وكي تجي تشوف يقول لك هذيك مخلفات الكورونا. ماني بريت، مش بريت انا، اي بريت اما هذيك مخلفات. دونك هذا زاد جديد علينا. هذيك التعكرات اي ثم تعكرات ما بعد الكوفيد معناها نسميهم احنا سيندروم بوست كوفيد. ما كناش نسمعوا بها عمناول دكتور عمناول ما كناش نسمعوا بها عمناول حد الكوفيد بريت اكها تقصد ربي على روحك السنة وكانه فما تغير معناها في الفيروس بيدو. والله شوف التغير مدام ريم هو معناها يلزم راهو المتلقي وفاهم المتلقي ما شاء الله عليه بحكم الذكاء والفطنه نتاع التونسي بحول الله معناها هذا مش رمي قرود يفهم كوني راهو هذه امراض شديده ومستجده. والامراض الجديده والمستجده رانا قاعدين احنا نكتشفوا كل مره في التبعات نتاعها. لذا راهو مش احنا نقولوا الشيء ونقيده، ولا مش احنا قاعدين نعطيه في بعض الحقائق للمتلقي، لا نعطيه في الحقائق اول باول. وهذه حاجات قاعدين تو احنا ناهيكم لكونا احنا في لجنه التلقيح والا في اللجنه العلميه. راهو كل اسبوع باش ما نقولش كل يوم يعني كان نوريك شنو اللي يورد عليا يوميا من نشريات من معلومات جديده راهو الشيء قاعد معناها الاحداث قاعده تتسارع واحنا نحاولوا قدر الامكان نعطيه المعلومه اول باول للمتلقي نحاولوا نطمنوه وقت اللي نجم نطمنوه ونحاولوا نقولوا له رانا توا المعلومه اليوم ما عنديش تنجم تكون عندي غدوه ولا بعد غدوه لكن بصفه اجماليه وهذا ما نحبش المتلقي يقلق من الخطاب هذا بصفة إجمالية يعيشكم نعاونوا بعضنا على التوقي من هذه الجائحة كسوا توخ بالآليات اللي عندنا اللي هي التباعد اللي هي الماسك اللي هي غسل اليدين اللي هي النقص والتجمعات كيما إن شاء الله بحول الله كيف يحل التلقيح إن شاء الله في أقرب الأجال. التلقيح آخر خبر عندك شنو دكتور عبد الحليم طرابلسي؟ التلقيح توا بحول الله احنا معناها عندنا تلقيح فايزر ان شاء الله في نجم نقول لك في
هذا تو المعلومات الاخيره اللي عندنا في الاسبوع الثالث من فيفري معناها باش جينا الدفعه الاولى. وعندنا تو اتفقنا مع زاد التلقيح الروسي اللي هو التلقيح الروسي اعد بكونه فوا ياخذ ترخيص من تونس في غضون اسبوعين يبدا يجيب تباعا الدفعات. معناها ممكن يسر اول دفعه توصلنا بعد جمعتين بحول الله اذا كان معناها ماك تعرف راهو اذا كان معناها المخابر هذه يعني تحترم الاجال اللي اعطتها لنا واللي هو في العالم صار اخلالات في المواعيد معناها صار اخلالات هذاك علاش نحب المتلقي راهو يكون يعرف اللي احنا رانا نعطيو فيه في الصحيح احنا ودار السيد الوزير هو اللي قاعد معناها ياخو في معناها في لي بروميس هذوما سي الوزير سامحني معناها هو ذات نفسه معناها شخصيا لكن يقع تاخيرات من بخصوص خاطر يمكن الكميه اللي عندهم لا تفي بالحاجه وكي توانسه يلوموا على تونس وعلى على السلطات التونسيه كيفاش احنا من الاخرانيين معناها علاش لتو قعدنا حتىش لاخر فيفري ترى عادي تتراه معناها صحيح معناها نتلاموا ولا ماناشنا في وضع نتاع لوم. شوف احنا يعني تعرف شو نقول للمواطن خلي لوم ما يسالش المواطن لكن ماذا بيا على قدر اللوم نتاعه علينا توا على قدر ما في جهه الفاكسان يمشي يشد الصف ويلقح ما يسالش كيف يلوم لكن احنا رانا عندنا مبرراتنا مش باش نقول لا المتلقي شبيه يلوم لا خليه يلوم بما انه هو ماهوش عارف بشنو الاعمال اللي لازم نقوموا بها حتى لو شوف تونس يمكن تونس باش تقول لي انتم باش تكونوا اقوى من الفرنسيين واقوى من الامريكان مش حكايه اقوى ولا اضعف راهي تونس من الاول قاعدة تتحرى في التلقيح الجديدة وهذه معظمها تلقيح جديدة ما وردتش علينا قبل وما استعملناش قبل لذا وجب معناها اخذ كل احتياطات وقعدنا معناها احنا كخبراء نقرأ كل في ميدانه حتى لين توصلنا الى الحل الصحيح لكن احنا من الناحيه الاداريه ومن ناحيه الاجراءات كوكا قال لكم السيد الوزير والسي الهاشمي راهو انخرطنا في الكوفاس من الاول انخرطنا وان شاء الله تو باش انخرطوا في الامور انا ثم الاورجان افريكا هذايا معناها من الناحيه الاداريه خلينا الامور تمشي لكن اعطانا مهله السيد الوزير من الاول باش من الناحيه العلميه ندقوا في الامر ومن بعد صحيح معناها اسرعنا اكثر لان الامور بدات تتسارع هذاك السلاله الجديده وهذه الجديد لكن راهو نجم نقول للمواطن التونسي راهو بحول الله انتوما ما نتكلمش على روحي خليني اني كوتي بالنسبه للزملاء الكل راهو نوصلوا نقراو بال 600 صفحه وبال 700 صفحه في نهارين باش نجموا ندقوا وباش نجموا كي نخرجوا الرابور نتاعنا ونعطيوه للهيئات نعطيوه رابور قدر الامكان يكون في صالح متلقي التلقيح معناها اليوم دكتور التونسي المواطن التونسي يمشي يلقح وما يخافش خاطر برشا فيهم يقول لك ما قيدتش ويذولي الارقام عندكم حتى الارقام تعكس هذا خاطر خايفين من الانعكاسات السلبيه لا اني نحب نحسهم باش يقيدوا باش نقول لهم راهو احنا معناها راهو صحيح هو تلقيح جديد وصحيح وقع تحضيره معناها بسرعه لكن راهو التلقيح بحول الله ما فيش اضرار كبيره كيما كل التلقيح ينجم يعطي بعض التعكرات مي التعكرات احنا نقراهم راهم في معناها في البحوث ونقول لهم ابعثوا لنا البحوث بالحق معناها يمكن تحسوا انتم يمكن ثم شويه بطء على مستوى القرارات اللي ياخذها معناها تاخذها الدوله التونسيه راهو البطء هذاك راهو لصالح المتلقي رانا وصلنا نعملوا اجتماع ولكن ما ناخذوش قرار نقولوا لا رانا مازلنا حاشتنا بهذا وهذا وهذا ونبعثوا للمخبر والمخبر يبعث لنا والوزاره تبعث لنا ونعاودوا نقراو معناها المنشورات الجديده ونعاودوا نقراو معناها قاعدين نحاولوا قدر الامكان باش ما نخليوش مجال للصدفه باش ان شاء الله المواطن نتاعنا نحبوه كي يمشي يلقح يكون عنده ثقه في اللجان العلميه نتاعو، عنده ثقه في معناها في رجال السياسه السلطه اللي هما معناها بعد استشاره العلماء
هما باش يقولوا باش نجيبوا هذا ولا باش نجيبوا هذا، وان بليس هما عندهم دوتر كونترانت فينانسيير، دوتر كونترانت ايكونوميك اللي احنا ما ندخلوش فيها بالكل. يعني ماذا بيا نداء للمتلقي التونسي والمستمع لذاعتكم يمن بهالتلقيح هذايا، خاطر راهو ما عندناش خيار، والتلقيح هذايا باش يكون مكمل للاجراءات الوقائيه اللي هي باش تستمر ولكن يلزمنا نزيدوا نعاونوا باللقاح هذايا، وماذا بينا على قدر ما نلقحوا، وبالاخص الناس اللي ما عندهمش علاش باش يرفضوا اللقاح، معناها الناس اللي ما عندهم حتى عاهه، ما عندهم حتى مرض، ما فماش علاش بلوس اون فاكسين دي جون اكثر، معناها نجم نقولوا الفيروس السوفاج اللي هو يجيب المرض، على قدر ما نعطيوه معناها التلقيح، وعلى قدر ما تكون كميه الناس اللي لقحت، على قدر ما كل الفيروس هذاك السوفاج سيتراجع. لذا وجب علينا باش ما نخافوش مع الفاكسان، خاطر احنا ما نوش نحطوا المواطن التونسي عرضه للمخاطر. راهو اذا كان تم لقاحات صحيح اعطيناها راهو رخص بروفيزوار، لانه الوضع ما نجمش، ما نجمش احنا في وضع عادي، واضح الوضع عادي، وقت اللي يجي فاكسان جديد نقعدوا بالستة شهور، واضح. واحنا نحكيوا على لي فاكسان، نفس نجاعه الفاكسان نتاع فايزر هي بيدها نتاع الفاكسان الروسي هي بيدها، معناها انتم شريتوا من زوج جهات مختلفه، هل هي بنفس النجاعه؟ شرينا من زوج وان شاء الله من ثلاثه ومن اربعه، بعد سي لو ديبي دو لا سيمين بروشين باش نكونوا على اربع وجهات، على مستوى على مستوى النجاعه كيف كيف كلهم كيف كيف على مستوى النجاعه. شوف مدام النجاعه متقاربه، لكن احنا ما نجموش نقعدوا في خط واحد، لان معناها لان الكميه اللي حاشنا بها ما نجمش يوفرها لنا مخبر واحد. لكن هذايا مش معناها احنا باش نقولوا به هات اللي يجي على خاطر شي حاشتنا بالكميه، لا لا، احنا وذاك علاش رانا نعاود نقول بالنسبه للمتلقي يظهر له كون عندنا شيء من التباطؤ ولا شيء من التلكك، لا احنا ناخذوا في وقتنا. لذلك مشينا للاولاني وبعد خلينا وقتنا في الثاني، وبعد خلينا وقتنا في الثالث باش نعاودوا نعملوا ليه اجتماع ان شاء الله بدايه الاسبوع، وفي نفس الاجتماع اون فا ابوردي الرابع، قاعدين ناخذوا في وقتنا. لذا هما توا معناها اجابه على سؤالك وباش ما نطولش عليك، معناها الاربعه ان شاء الله اللي جايبينهم من الناحيه معناها من ناحيه الافيكاسيتي عندهم معناها متقاربين واضح. ثم ناس ثم معناها ان كاتيجوريزاسيون باش نعملوها، ثم بتاتر ثم يمكن تلقيح نعطيوها لفئه معينه من يمكن بعد الجلسه الجايه توضح اكثر الامور بالنسبه لكم، واحنا احنا على تواصل معاكم اللجنه يعطيكم معناها صحيح بالضبط. انا حاولت منير هو اي الحقيقه معناها اعضاء اللجنه الكل ما شاء الله عليكم معناها متفاهمين متواصلين مع الاعلام، ما عندناش حتى نطمنوا المواطن طبعا ويا ريت تقعدوا متواصلين مع الاعلام، على خاطر الاعلام هو اللي باش يوصل الفكره نتاعكم، وهو اللي باش يطمن، وهو اللي باش يوضح من خلالكم انتوما. دونك على ذمه الاعلام ربي يفضلك عيشك دكتور. طبعا ننتقل الرسمي هذا اللي هو دكتور هشام الوزير نحترموه على راسنا من فوق، لكن وقت اللي ما معناتها ما يمكنش الاتصال به اي واحد من اعضاء اللجنه، الحقيقه ما شاء الله عليكم متمكنين مليانين، تعرفوا روحكم مش قاعدين تقولوا، واساتذه كبار كفاءات في تونس، كفاءات كبيره في تونس، جاي يمكن في وقت ما كناش نعرفوا احنا ذي علم الفيروسات وطب الادويه وعلم الادويه وكذا، جاي الوقت اللي باش نكتشفوا الكفاءات هذوما ونعرفوهم اكثر، وتكونوا انتوما خط الطمانينه بين شنو قاعد صاير في العالم وبين التونسي. دكتور عبد الحليم الترابلسي مسؤول عن وحده الكوفيد بمستشفى سهلول واستاذ في علم الفيروسات، شكرا لك اللي كنت معنا اليوم، وشكرا على التواصل نتاعك معنا. طمنتنا وانه فيروس نيبا حتى كان موجود مازال تحت الدراسه وممكن السيطرة عليه في اقرب الاجيال، ومنظمه الصحه العالميه قاعده تتلهى بالملف هذا منه بحول الله فوالا،
وانه تلقيح باش تكون ان شاء الله كان التزمت اللابوغاتوار التزموا باش يكون اول دفعه تكون ان شاء الله بعد جمعتين، فما بعد بثلاثه فما دفعه اخرى. انه اليوم التونسي تشجعوا شويه قليب واصدموا مثالش على التلقيح على خاطر ينجم يمنعكم في العوام الجايه. شكرا لك على المعلومات اللي قدمتهم. بعد شويه دكتور سامي غطاس يكون حاضر معنا لهنا باش نواصلوا لدينا الجمعه اللي فاتت اللي هو الشقيقه ومرض الشقيقه، واحنا يظهر لي وقفنا في سلوكيات معينه في نصائح تاع سلوكيات معينه. اليوم باش نمشيو اكثر للديجي بونكتور لاكوبانكتور لوميوباتي وبطبيعه الحال الفيتوثيرابي اللي هي المداوات بالاعشاب الطبيه. اللي يحب يرجع للتفاصيل اللي كان يقدم فيهم توا دكتور عبد الحليم الترابلسي يرجع للباج نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال.